صحفي بي ان سبورتس امين سبيتي: صفحة خليل زيتش ستطوى قريبا جدا، وهذا هو المدرب البديل. كشف الاعلامي المغربي في قنوات بي ان سبورتس القطرية امين سبيتي عن المدرب البديل لوحيد خليل زيتش قبل نهائية كأس العالم قطر 2022. وأكد المتحدث في تدوينته على حسابه الرسمي في انستغرام ان البرتغالي فراش بواش الاقرب لتدريب المنتخب المغربي، وصفحة خليل زيتش ستطوى قريبا جدا. فراش بواش مدرب نادي مارسيليا، وبالإضافة إلى مسيرته كلاعب كان أيضا مساعدا لجوزيه مورينو في نادي تشيلسي وإنتر ميلان، ودرب نوادي تشيلسي وتوتنهام وتشانغهاي وإست آسيا.